انفجار مرفأ بيروت المروع أحدث تدميراً كبيراً للمنازل التي وقعت في دائرة الاستهداف وعلى بعد أكثر من 24 كيلو متراً، منها منازل لفنانين لبنانيين كمنزل الفنان اللبناني راغب علامة الذي تضرر بشكل كبير وتحطم الأثاث والنوافذ من الداخل، كما يظهر بالفيديو الذي تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي. الفنانة اللبنانية إليسا كذلك تحطمت واجهة منزلها، حيث نشرت مشاهد مما حدث عبر تويتر. هذا هو منزل إليسا بعد الانفجار. أيضا كتبت تغريدة غاضبة قالت فيها: ما عم فيني احتوي غضبي على اللي صار، هيدا البلد بيستاهل أحسن من هيك، معه حق مروان حمادة، هيدا العهد نحس واللي حاكمينا نحس واللي تسببوا باللي صار اليوم من وراء أهمالهم نحس بنحس، فلوا كلكن عبيوتكن وعلى مزبلة التاريخ، هاشتاج صار الوقت. منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيضا لم يسلم من الكارثة، وتعرضت مديرة منزلها لإصابات بالغة في العين والرأس. هيفاء نشرت هذا الفيديو عبر ستوري انستغرام، نتابع. أما الفنانة نادين نجيم فكانت الأكثر تضرراً، حيث نقلت إلى إحدى مستشفيات بيروت بعد إصابتها بالانفجار نظرا لقرب منزلها من المرفأ. الإعلامية ريما نجيم صديقة نادين كتبت تغريدة عبر تويتر كشفت فيها عن حالة نادين. ريما قالت: لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدهم يطمنوا عنا، بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذت بالانفجار، خضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات وهي حاليا أفضل والأولاد بأمان الحمد لله، إن شاء الله قريبا بتحكي معكم، هي بس طلبت طمنكن عليها صلوا لها. بعد ذلك نشرت نادين فيديو على صفحتها في فيسبوك من داخل منزلها، شاهدوا معي كيف أصبح. أنا هلأ وصلت عند نادين على البيت، هيدا حالة البيت عند نادين، كله مكسر ما في عندها شي، حطام ما رح فرجيكم كتير الديتيلز لأنه شي مرعب، كتر خير ربنا اللي طلعوا بهيك. وعندي كمان البيت كله مكسر. غضب الفنانين ونجوم لبنان كان واضحا من خلال عدد من التغريدات التي كتبوها على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ماجي أبو غصن كتبت تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، إهمالكم يا مجرمين عمل مجزرة جماعية، ولك أنتم أسوأ من العدو، الله يأخذكم الله يأخذكم. أما وسام حنا قال: إذا عندكم شرف يا بلا شرف بتستقيلوا من كبير كل صغيركم، شو بدكم بعد؟ شو بدكم بعد؟ شو بدكم بعد يا بلا شرف؟ انفجار بيروت الليلة طلع غلطة وإهمال، غلطة يا بلا شرف؟ ما حدا يطلع منكم على التلفزيون ويحكي. تغريدة أخرى للفنان يوسف الخال قال فيها: كله مقصوط ومبرمج وموقت بدقة، لا سمح الله إن شاء الله ما يكون حدث كبير يسبق حدث أكبر سيحدث، بعتذر سلف بس شو هاللعنة والنحس اللي صايبين لبنان، غريب.
آخر تعليق من الفنان جاد الشويري: كان يمكن أن أموت، أنا بأمان نسبي مع الجميع هنا معي، ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الجميع لمعرفة من هو بخير، آسف لا أستطيع الرد على هاتفي، الدم في كل مكان في شوارع الأشرفية، يصاب الناس في كل مكان حول إن لم يموتوا، يبدو وكأنها نهاية العالم.